التحالف الإسلامي يقر استراتيجية لمحاربة الإرهاب والتحريض الطائفي. التهكم بالأطفال البدناء يؤثر سلبا على صحتهم. وفي السعودية صناعة العطور رحلة عشق للروائح الزكية بين الشرق والغرب. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار اليوم. قال الفريق عبد الله الصالح أمين عام التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب إن وزراء الدفاع أكدوا عزمهم على تنسيق الجهود الرامية للتصدي للإرهاب من خلال العمل الجماعي المنظم لوضع حد لمن يؤجج التطرف والطائفية. وأقر وزراء دفاع التحالف الإسلامي آليات المواجهة الشاملة للإرهاب فكريا وإعلاميا وتمويليا وعسكريا. بهدف توحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة الإرهاب، جاء تشكيل التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب بمبادرة من السعودية تم الإعلان عنه في 2015. الاجتماع استضافته الرياض اليوم تحت شعار متحالفون ضد الإرهاب وبحضور 40 دولة. ناقش الاستراتيجية العامة للتحالف وآليات الحوكمة المنظمة لعملياته ونشاطاته ومبادراته المستقبلية في الحرب على الإرهاب ضمن مجالات عمله الرئيسية الفكرية والإعلامية، كما أكد على عمل هذه الدول معا عسكريا وماليا واستخباراتيا وسياسيا. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي افتتح المؤتمر أوضح أن أكبر خطر للإرهاب هو تشويه العقيدة الإسلامية السامحة والدين الحنيف، مشددا على أن دول التحالف لن تسمح بمواصلة عمل تلك المنظمات الإرهابية. يوم الإرهاب والتطرف ليس أكبر خطر حققه هو قتل الأبرياء أو نشر الكراهية، أكبر خطر عملها الإرهاب والتطرف هو تشويه سمعة ديننا الحنيف وتشويه عقيدتنا. لذلك لن نسمح بما قاموا فيه من تشويه لهذه العقيدة السمحة ومن ترويع الأبرياء في الدول الإسلامية وفي جميع دول العالم أن يستمر أكثر من اليوم. فاليوم بدأت ملاحقة الإرهاب، واليوم نرى هزائم في كثير من دول العالم خصوصا في الدول الإسلامية، واليوم سوف نؤكد أننا سوف نكون نحن من الحق وراءه حتى يختفي تماما من وجه الأرض. تصريحات ولي عهد السعودي أكدها البيان الختامي للاجتماع الذي أشار إلى أن الإرهاب يمثل تحديا للأمن والسلم الدوليين يتجاوز حدود الدول، كما شدد البيان على ضرورة تنسيق الجهود الرامية للتصدي للإرهاب من خلال العمل الجماعي المنظم لوضع حد لمن يؤجج التطرف والطائفية. فوفق رابطة العالم الإسلامي فإن التطرف المعاصر تمدد بسبب غياب المواجهة العلمية واجتزاء النصوص الدينية، وهو ما يفسر وفق الرابطة انضمام إرهابيين من أكثر من 100 دولة إلى تنظيم داعش الإرهابي. وفي المجال الفكري شدد التحالف الإسلامي على فضح أفكار التطرف ومناهجه والحد من انتشاره وتأثيره على الأفراد والمجتمعات. أما إعلاميا، قرر وزراء الدفاع استخدام وسائل الإعلام في مواجهة الدعاية الإرهابية وإيضاح شناعة أفعالها وكشف أساليب الإرهابيين في الترويج وفضح معتقداتهم وتعرية تصوراتهم. وعن التنسيق العسكري ضد الإرهابيين، أكد وزراء الدفاع الأهمية المواجهة العسكرية للإرهاب في حفظ السلم والأمن إقليميا ودوليا. أطلق تنظيم داعش تهديداً جديداً للعالم بشن هجمات إرهابية على مراكز التسوق خلال احتفالات عيد الميلاد في جميع أنحاء العالم. تارة في أحداث رياضية وطوراً آخر في مناسبات دينية، تهديد ووعيد بتفجيرات وهجمات شتى، إنه ميدان معركة داعش الجديد على منصات التواصل الاجتماعي. يشحذ التنظيم من خلالها همم مقاتليه بعد خسارة كل شيء. صور سوداء لأحد شوارع مدينة لندن تظهر شخصا مظللا يحمل سكينا ملطخا بالدماء كتب عليها عبارة قريبا في أعيادكم. هي رسالة يظهر من خلالها التنظيم نيته شن هجمات إرهابية على مراكز التسوق خلال احتفالات أعياد الميلاد. يقول محللون إنها إشارة واضحة لأعضائه للبدء في تنفيذ هجمات إرهابية مخططا لها مسبقا. الصورة والرسالة نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على حساب شخص يستخدم اسما مستعارا ولا يعرف المتابعون هويته الحقيقية، وظهرت للمرة الأولى قبل أيام قليلة في مجموعة دردشة متشددة وفق ما أكدته شركة متخصصة في بحث الجزء المخفي من الإنترنت.
تهديدات داعش ألقت بظلالها على دوائر الأمن والاستخبارات في الدول الأوروبية التي قالت إنها رفعت حالة التأهب مع اقتراب احتفالات رأس السنة وسط احتمالات مرتفعة بشن هجمات إرهابية من قبل متطرفين. أخذ تهديدات التنظيم على محمل الجد جاءت في ظل موجة الهروب التي لجأ إليها من ميادين القتال في سوريا والعراق وعودة المقاتلين الأجانب في صفوف داعش إلى بلدانهم الأصلية وأقدام بعضهم على مدار الأشهر القليلة الماضية على تنفيذ هجمات بالفعل ما بين طعن ودهس وإطلاق نار منفرد. المخاوف الأوروبية عززتها واشنطن بتحذير أطلقته وزارة الخارجية الأمريكية لمواطنيها الذين يعتزمون السفر إلى دول القارة العجوز في فترة الاحتفالات، وطالبت الوزارة مواطنيها بتوخي الحذر خلال تواجدهم في تلك الدول نظرا لتزايد التهديدات الأمنية هناك، مشيرة إلى أن صلاحية التحذير تنتهي في 31 من يناير 2018. أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية تطهير 175 قرية وخمسة جسور ومعابر ومطار جنيف، فيما أشارت إلى انتهاء الصفحة الأولى من المرحلة الثانية لعمليات الجزيرة وأعالي الفرات، مبينة أنها قتلت العديد من الإرهابيين وكبدتهم خسائر كبيرة في المعدات. عززت القوات العراقية إجراءاتها الأمنية في الفلوجة على غرار العديد من مدن الأنبار، لا سيما بعد أن أنهت هذه القوات عمليات تحرير الشريط الحدودي مع الجانب السوري غرب العراق. الأمن أولا، سيطرة الجسر الجديد تمر بمر واحد فقط، هو جسر باتجاه الفلوجة من مناطق شرق الأنبار. حقيقة هذه السيطرة هناك ازدحامات واضحة فيها لوجود سونار واحد ومفرز كيناني، لكنه بالتعاون مع وزارة الداخلية ومحافظة الأنبار في هذا اليوم تم وضع سونار إضافي وتخصيص مفرز كيناني إضافية ليكون هناك أربع سايدات في آن واحد باتجاه مدينة الفلوجة، وأيضا فتح سايد إضافي للأرتال العسكرية شيء خفف عن العبء عن كاهل المواطنين بالمرور إلى الفلوجة. أعلن مسؤولون إندونيسيون عن رفع الإنذار الخاص ببركان جبل أوغونغ في جزيرة بالي السياحية إلى أعلى مستوى، مع الخشية من أن حدوث ثوران كبير قد يكون أصبح وشيكا. وتم توسيع منطقة الاستبعاد حول جبل أوغونغ لتصبح 85 كيلومترا، كما طالبت السلطات السكان الذين يعيشون ضمن هذه المنطقة بضرورة مغادرتها فورا. تستمر الآثار السلبية للزلزال الذي وقع في إيران مؤخرا على الناس بعد فقدان منازلهم وأراضيهم، مما اضطرهم للبقاء في العراء بلا معونة أو مأوى. عدنا إلى المنزل عند الساعة 10 مساء وكانت ابنتي قد نامت، فجأة بدأت الأرض بالاهتزاز وأصبت بالهلع، وكان زوجي في غرفة المعيشة فاحتضن ابنتي، خرجنا مسرعين فرأينا الناس يصرخون ويهربون والمنازل تنهار. لقد انهارت منازلنا وتدمرت، والكثير منا يعاني في العراء الآن، لا أضواء ولا تدفئة. نمت ليلة مبارحة هنا في الخيمة، انظروا إلى الناس، تدمرت منازلهم، لقد أصبحنا نعيش في الخيام خوفا من الزلزال، ولا أحد يبقى في المنزل خوفا من الزلزال. نعاني من عدم توفر دورات المياه، لا وجود للصحة هنا، فكل شيء ملوث. نحن بحاجة لدورات المياه ومعدات التدفئة، فنحن في فصل الشتاء وسوف تبدأ الأمطار بالهطول، ونحتاج التدفئة في هذا الفصل البارد. جرح منا 16 شخصا، وهذه ليست سوى واحدة من القرى التي تعرضت للتدمير. ربما تذكر وسائل الإعلام أن نسبة قليلة من المنازل تعرضت للدمار، ولكن يمكنكم الحكم بأنفسكم ومشاهدة المنازل التي بقيت سالمة. فاصل قصير ونواصل نشرتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. حذر أطباء أمريكيون من اتباع طرق سلبية في التعامل مع الأطفال الذين يعانون من البدانة
أو زيادة في الوزن، لأن ذلك يأتي بنتائج عكسية. مزيد حول الموضوع في تقرير الزميلة حنان ظاهر. بلا شك أن ترى طفلك بدينا سيجعلك تشعر بالإحباط، وقد تحاول دفعه بكافة الطرق ليخسر وزنه ويحسن من صحته، إلا أن الأطباء اليوم يحذرون من الطرق الخاطئة والسلبية في التعامل مع الطفل البدين، إذ إن بعض الأساليب قد تؤدي لنتائج عكسية. وينصح الأطباء الآباء بتشجيع أطفالهم الذين يعانون من البدانة أو زيادة الوزن بطرق إيجابية وتجنب إحراجهم. ويقول الأطباء إن إحراج الأطفال البدناء لن يشجعهم على محاولة التخلص من بعض الكيلوغرامات الزائدة، بل العكس تماماً هو ما يحدث. ففي بيان مشترك قالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وجمعية السمنة إن ذلك يؤدي لأثر معاكس ويسهم في أنماط سلوكية مثل الإفراط في الأكل والخمول والعزلة وتجنب الفحوص الطبية الدورية. وفي دراسة أخرى حلل باحثون أفلام الأطفال ووجدوا أن كثيرا منها يتهكم من أصحاب الوزن الزائد، وأشار الأطباء إلى أن السمنة من أكثر المشكلات الصحية المزمنة شيوعا بين الأطفال في الولايات المتحدة، إذ يعاني طفل من كل 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و19 عاما من زيادة الوزن أو البدانة، وقد يزيد التهكم منهم أو التحامل عليهم من مشاكلهم الصحية، وربما يتسبب في شعورهم بالعزلة والحزن والإحراج. وزيادة الوزن في حد ذاتها قد تجعلهم عرضة للإذاء والتنمر. وجاء في البيان أن على الأطباء أن يطلعوا بدور قيادي في تعليم الأطفال وأسرهم كيفية مساعدة ذوي الأوزان الزائدة على بلوغ الحجم الذي يبقيهم أصحاء دون إحراجهم. وفي سياق متصل، رأت دراسة حديثة أن استخدام الأطفال للتكنولوجيا لفترات طويلة تجعلهم عرضة للوزن الزائد، ودعا الباحثون الآباء والأمهات إلى اتخاذ إجراءات للحد من وقت جلوس الأطفال أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية. لا يستطيع أحد منا إنكار دور الأجهزة الإلكترونية في حياتنا اليومية، فقد أصبحت وسيلة للتواصل الاجتماعي والترفيه والمعرفة. نتيجة لذلك أصبحت تنتشر بين الأطفال والمراهقين بشكل لافت، وزادت المدة التي يمضونها مع تلك الأجهزة، الأمر الذي دفع كثير من الأخصائيين لدق ناقوس الخطر من الآثار السلبية التي قد تترتب على ذلك. فقد أظهرت نتائج دراسة أجريت مؤخرا أن استخدام الأطفال للتكنولوجيا لفترات طويلة تجعلهم عرضة لزيادة الوزن، ودعا الباحثون الآباء والأمهات إلى اتخاذ إجراءات للحد من وقت جلوس أطفالهم أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية إلى 90 دقيقة يوميا. وشدد الباحثون على ضرورة ألا يتجاوز متوسط الوقت الذي يقضيه الطفل في مشاهدة التلفاز أو الكمبيوتر أو غيرها من الأجهزة ساعة واحدة في اليوم. أوضح الباحثون أن الطفل حين يبلغ سن 9 يبدأ بقضاء 7 ساعات يوميا في مشاهدة التلفاز، فيما يمضي وقته المتبقي في استخدام أجهزة أخرى من وسائل الإعلام الرقمية. ويعتقد العلماء أن هذا الأمر يساهم بشكل كبير في الإصابة بالبدانة في مرحلة الطفولة. كما نصح الباحثون الآباء والأمهات بأن يكونوا مثالاً يحتذى به، بأن يقللوا من استخدامهم للأجهزة الإلكترونية خاصة عندما يكونون مع أطفالهم. رحمة عادل فتاة مصرية لم يتجاوز عمرها 15 سنة تعاني من ضمور في عضلاتها جعلها غير قادرة على تحريك أطرافها أو القيام بأبسط الأشياء، لكن عزيمتها مكنتها من الوصول إلى المرحلة الثانوية بالرغم من أنها تستخدم فمها في الكتابة. إذا أردت النجاح فعليك أن تطرد المستحيل، هكذا فعلت ابنة 15 ربيعا رغم كل الظروف التي تواجهها وظلت صلبة أمامها. لم يكن عادل عليوة والد رحمة يتوقع أن تكسر ابنته كل الحواجز والظروف التي تواجهها وتغلبت على إعاقتها بضمور في العضلات منذ ولادتها تسببت في إعاقة أطرافها. بابا وداني عند دكتور كان بتاع مخ وأعصاب، كان دكتور كويس يعني، فحولني على مستشفى الحسين الجامعي. اتحجزت 19 يوم، كانوا كل يوم يركبوا لي تحاليل وحقن وعلاج، بعد 19 يوم قال ان انت ما لكش علاج. رحمة التي فاجأت اهلها بطريقة كتابتها لدروسها
باستخدام الفن بدلا من اليد التي لا تستطيع أن تكتب بها، حتى تمكنت من الإمساك بالقلم بشكل طبيعي وكتابة واجباتها المدرسية. فالحاجة أم الاختراع. لقيت كل أصحابي بيكتبوا بإيديهم، فأنا جيت بحاول أمسك القلم بإيدي مش عارفة، فبجرب بحطه في بقي. ده الكلام ده كنت صغيرة يعني، كان متاري عندي 6 سنين أو 7 سنين حاجة زي كده. فجيت بجرب إن أنا أكتب زيهم، أول ما مسكت القلم لقيت في بقي لقيت نفسي بعرف أكتب يعني. الدكاترة قالوا عايزة كالسيوم وعايزة، فبدأنا نعالج فيها من وهي عندها 2 سنين إلى أن حالتها تدهورت تقريبا. كل الناس أكدوا أني تشخيص خاطئ وما خدتش العلاج اللي هو المظبوط اللي هو بتاعها، فاضطرينا ان احنا نديها علاج اللي هو الكالسيوم والحاجات اللي هي نموها ضعيف. فاني وصل بها ان عندها ضمور في العصب شديد. هذا الوضع الصحي جعل رحمة محرومة من أبسط العادات اليومية إلا من خلال مساعدة أهلها، ورغم ذلك لم تستسلم والتحقت بالتعليم حتى وصلت إلى المرحلة الثانوية في الصف الأول. لأخبار الآن، عبد الله حميد، القاهرة. أبو أيمن أورى السام المخيم كما يلقبونه هو أحد الناجين من تنظيم داعش، والذي يعد مثالا للتحدي ومواصلة الحياة بالرغم من ظروفه الصعبة ضمن المخيم. رونك شيخي تحكي لنا قصته. لم يتعبنا البحث عنه، فأطفال المخيم يعرفونه وبإمكانهم أن يدلونا إلى خيمته. إنه أبو أيمن أو رسام المخيم كما يلقبونه، والذي يحاول جاهداً إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال النازحين الذين يجتمعون حوله ويراقبون رسوماته بشغف. مذيع أبو أيمن يصطح بالأغاني وسط جو من التفاؤل والأمل في خيمته الصغيرة المفروشة بالألوان والأوراق التي يستخدمها للرسم. باخد هون شي 20 طالب بيجيبونا هن عدة رسم، بيجيبونا ألوان، بيجيبونا دفاتر، وبحدد لهم الموضوع اللي بيرسموه. بيرسموا كل شي مفرح يعني، بينسيهم الحرب، بينسيهم القنابل، بينسيهم الطيارة، بينسيهم. وكان وقع كتير منيح يعني. يحاول أبو أيمن أن يرشد الأطفال ويكسبهم عادات صحية جيدة من خلال رسوماته. أنا عملت طبعا بالتعاون هون مع الأطباء الموجودين هون بالمنظمة جنبنا، وبروشورات بتعلم الأطفال كيف بيستعملوا المي، إنه ما يهدروا المي، وكيف يتعلموا إنه يغسلوا إيديهم عدة مرات بالمي والصابون لحتى ما يصيبون أمراض، لأنه في كان أمراض مثل التهاب الكبد وشي صارت يعني بالمخيم، أمراض معدية، أمراض جلدية. برسم لهم رسومات بتوعيهم أنه يستخدموا المي والصابون والنظافة، الخزانات هي بيستخدموها للشرب. خيمة أبو أيمن ليست لنشر الألوان فقط، بل يحاول مع بناته أن يعيد الأطفال إلى أجواء الدراسة من خلال الرسم والتعليم. يعني كانوا في منظمة قلت لك بتجي هنا، لقوا بناتي عم يعلموا رفقاتهم إنه هاي بيتعلموا الحروف وبيتعلموا. هذا دعاهم لأنه بالفعل يهتموا بهالفكرة هاي ويصير في تعليم بالمخيم. الحلم الذي يراود أبو أيمن بعد انتهاء حكم داعش هو معرض مزركش بجميع ألوان الطيف في مدينته التي تعبت من السواد. روناك شيخي لأخبار الآن من مخيم عين عيسى للنازحين. فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعد الفاصل. جنوب أفريقيا تفوز بمسابقة ملكة جمال الكون لعام 2017. أهلا بكم من جديد. عشق السعوديين للعود والعطور لا يضاهيه عشق. هذا الولع بالعطور جعل سوقها كبيرة مقارنة بغيرها من الدول، ما دفع بمصممي العطور السعوديين بالتوجه إلى تصميم عطور بروائح جذابة تتناغم بين الشرق والغرب.
يعشق السعوديون التميز برائحة ملفتة من خلال تركيبة عطور عربية خاصة بهم، فالعطور المختلفة هي عشق كل سيدة ورجل، الكل هنا يحرص على اقتناء أفضلها باختلاف الذوق بينهم، إلى أن أصبحت عائدات مبيعاتها بالسعودية ما يقارب المليارات دولار سنويا. تركيزاتها كلها طبيعية وكلها يعني من العطور الجميلة جدا في التركيبات، ولكن كل عطار هو إيش يستعمل، إيش مكتبته الخاصة به. من هنا برز الكثير من مصممي العطور السعوديين اتجاههم إلى تصميم ماركات سعودية لكسب هؤلاء المحبين بروائح لا تنافس تنافس العالمية. يعتمد ثبات العطر على الزيت الممتاز. الزيوت يعني في زيوت عندك أصناف رخيصة وأصناف غالية، بتاخذ أنت الزيت الغالي بيكون عندك ممتاز ثباته فوحانه، وكمان الكحول، الكحول هو السبب فوحان العطر التركيبة، يعني تركيب العطر. عبق روائح البخور والمسك والعنبر التي تفيض في الجزيرة العربية جذبت انتباه مصمم العطور البراء الذي حمل شغف الروائح العطرية واكتشف موهبة الشم عنده منذ أن كان صغيرا، فولعه بالعطور جره ودفعه إلى حلم التجارة في هذا المجال كمصدر رزق يقتات منه، خاصة بعد مقدرته على تصميم عطور مناسبة للشخص المناسب. أنا أهوى شيء اسمه تصميم العطور، لدرجة أني يعني يوميا يمكن أدخل يعني مكتبتي للعطور أو أدخل معمل العطور لعمل روائح جديدة. الزهرة في الشارع أو الزهرة في الطريق تستوقفني لأشمها عشان أعرف شرائحتها، غير أنه لو في رائحة جميلة ثانية تستوقفني إن شاء الله، حتى لو رائحة خشب، لو رائحة دخلت فيها مكان في رائحة خشب أنا ممكن تستوقفني الرائحة عشان أشم رائحة الخشب، أشوف أعرف إيش هي دي الرائحة، أستكشف في النهاية لعلي أوصل من هذه الرائحة لعطر معين. في أركانهم الصغيرة هنا وهناك تقبع محلات صانعي العطور، وفي عالمهم الذي تفوح منه الروائح الزكية على اختلافها تتكدس أرفف المحلات بزجاجات صغيرة مليئة بالعطور الزيتية، تعد من أفضل الخامات المستخدمة. من حيث الثبات ونفاذ الرائحة يمزجون منها عطورهم بحرفية عالية تجذب المارة لاقتنائها. يا مصباح الأخبار الآن جدة. والآن إلى جولة الصحافة. نبدأ جولتنا من صحيفة الوئام السعودية التي عنونت اتهام مسؤول بالاعتداء جنسيا على 18 امرأة في لجنة نوبل للأدب. نشرت صحيفة سويدية شهادات لنساء عضوات وزوجات أعضاء الأكاديمية السويدية المسؤولة عن منح جائزة نوبل للأدب عن تحرش وإيذاء جنسي لهن. وذكرت الصحيفة أن 18 امرأة أكدن لها أنهن اعتدي عليهن واغتصبن من أحد أكثر الرجال نفوذا في المشهد الثقافي في ستوكهولم. إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت علماء يبتكرون طريقة جديدة لترميم الأوعية الدموية. اكتشف العلماء طريقة جديدة وسهلة لترميم الأوعية الدموية التالفة تساعد على معالجة أمراض القلب، فقد وجد الباحثون آلية مبتكرة لتجديد الأوعية الدموية نتيجة لتفعيل بروتين مسؤول عن تنظيم السكر والشحوم في الخلية. إلى صحيفة الأيام البحرينية التي عنونت مشجع يأخذ مكان الحكم الرابع بالدور الإنجليزي. تطوع أحد الجماهير في مباراة جمعت بين فريقي نورويتش وبريستن في دور الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم للعمل كبديل للحكم الرابع بعد تعرضه لإصابة شديدة لم يستطع بعدها إكمال المباراة، وتوقفت المباراة لوقت غير قصير قبل أن يتطوع حكم محلي كان من بين المشجعين في المدرجات لحل الأزمة. مع صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت الجزائر تكرم ملحن نشيدها الوطني، أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإطلاق اسم المغني والملحن المصري الراحل محمد فوزي
على المعهد الوطني العالي للموسيقى بالجزائر، فضلا عن منحه وسام الاستحقاق الوطني، وذلك في إطار تخليد لذكرى مرور 60 عاما على تأليف نشيد قسما الذي قام الفنان محمد فوزي بتلحينه. ومع صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت صورة سيلفي تنهي حياة فتاة في 20 من عمرها. لقيت فتاة في 20 عاما حتفها بعدما سقطت من نافذة الدور الثاني خلال التقاطها لصورة سيلفي، حيث كانت الفتاة معروفة بحبها لالتقاط صور السيلفي خلال مختلف رحلاتها. ابتكر باحثون في جامعة ويسكونسن ماديسون الأمريكية لعبة فيديو إلكترونية لمساعدة الأطفال والشباب المصابين بالتوحد على حفظ توازنهم. وتعتمد لعبة الفيديو على مكافأة المشاركين الذين ينجحون في تقليد مجموعة من الحركات الخاصة بألعاب النينجا، وهو ما يساعدهم بشكل غير مباشر على زيادة قدرتهم على حفظ توازنهم وثباتهم. ابتكر باحثون أمريكيون تقنية فريدة تمنح للمستخدم أقوى درجات الأمان لهاتفه الذكي، حيث تحول هذه التقنية الهاتف إلى سونار يراقب طريقة حركة فم المستخدم عندما يتحدث لتكون بصمة صوته هي كلمة سره، لكن بشكل مختلف يحول دون حدوث خداع أو قرصنة إلكترونية. فازت متسابقة جنوب إفريقيا بلقب ملكة جمال الكون لعام 2017 في المسابقة التي أقيمت بولاية لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت كولومبيا وصيفة أولى وجامايكا وصيفة ثانية. وتوجت ملكة جمال الكون أو توجت لعام 2016 ملكة جمال إفريقيا لتكون خليفتها لعام 2017. قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين. التحالف الإسلامي يقر استراتيجية لمحاربة الإرهاب والتحريض الطائفي. التهكم بالأطفال البدناء يؤثر سلبا على صحتهم. وفي السعودية صناعة العطور رحلة عشق للروائح الذكية بين الشرق والغرب. وصلنا إلى الختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزن الأخبار. شكرا للمتابعة.